ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد متمسك بقوة بمشاركة نجمه المصاب البلجيكي إيدن هازارد أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا. ويحل ريال مدريد ضيفاً على السيتي يوم 7 أغسطس المقبل آملاً في تعويض لقاء الذهاب الذي انتهى بخسارة الريال على أرضه بنتيجة 2-1. وبحسب الصحيفة يعتبر زيدان أن هازارد في كامل جاهزيته، وهو أمل ريال مدريد لتحقيق ريمونتادا في مباراة السيتي بكونه يعرف كرة القدم الإنجليزية بشكل مثالي بعد تجربته في تشيلسي. وأكدت الصحيفة أن هازارد يخضع لخطة عمل طبية وفنية وغذائية ليكون جاهزاً للمباراة، وأن إدارة الميرينجي وضعت كل الإمكانيات في خدمة الجهاز الطبي على أمل أن يكون النجم البلجيكي جاهزاً لتلك المباراة المصيرية. ويبدو إيمان زيدان مستغرباً إلى حد ما، إذ إن هازارد لم يقدم نفسه رسمياً إلى جماهير ريال مدريد حتى الآن، إلى درجة أنه اعترف بذلك بنفسه خلال مقابلة تلفزيونية حين قال: لقد كان أسوأ موسم خلال مسيرتي. وبالفعل فإن هذا ما أكدته أرقام اللاعب الذي أثرت عليه إصابته التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في 16 مباراة رسمية، بعدما حمل توقعات كبيرة مع انضمامه للفريق في الصيف الماضي من تشيلسي الإنجليزي مقابل نحو 100 مليون يورو. وعلى الرغم من تحقيق المرنجي للقب الليغا، إلا أن البلجيكي لم يكن من ضمن الأبرز في الفريق، حيث خطف كل من مواطنه حارس المرمى تيبو كورتوا وسيرجيو راموس وكريم بنزيما والمدرب زين الدين زيدان الأضواء. وكان هازارد تعرض للإصابة في الدقيقة 66 من المباراة التي خسرها ريال مدريد بهدف أمام مضيفه ليفانتي ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم. ولاحقاً أعلن نادي ريال مدريد حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب بعد خضوعه للكشف الطبي، ليتبين أنه يعاني من شق في الشظية في كاحل قدمه اليمنى. وظهرت على هازارد معاناته من آلام في كاحل قدمه اليمنى، وهو الألم نفسه الذي جعله يبتعد لمدة 82 يوماً بعد تدخل مواطنه توماس مونيه عليه خلال مباراة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، ليخرج هو ويعرج على قدمه بسبب الإصابة السابقة والتي خضع لعملية جراحية فيها في يونيو 2017 عندما كان لاعباً في صفوف تشيلسي الإنجليزي.